لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنت هلك ما حكوسوا دويننا سفيرك دولة قدر أو يوفت قوته الله السعداء ويكمدهين صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية ويرغو صوب وقضي عاصمة دا أرقيسة حكومة دهان يا شعب هان وارد كسور دويننا نقو قد دي هير قرن مدحوينا قرن كجمهورية الصومال لا نمك عابي أزمة دي يدباتة دي كدع دي سوق واهين وحن دلال نهاي كسور دوادا ودن كيني aad baan idinku mahadnaqaynaa booqashadana noogu timaadeen iyada iyo booqashooyinkii ka horeeyay ee waqtiga COVID-19 ka aad noo timaadeen waana idin mahadcelinaynaa waxana aad iyo aad aan idinku mahadnaqaynaa inaad tagteen goobtii dhibaatadu ka dhacday oo ah suuqii waaheen ee gubtay oo indhihiina ku soo aragteen oo aad aragteen dabkaas ku baahay suuqa ee baabi'iyey aan dhibta u geystay baaxadda ay leegtahay fa niyaabatan can اللجنة الوطنية المعينة لمشكلة تحريق السوق وعن حكومة الشعب جمهورية أرض الصومال فإننا نتقدم إليكم بالشكر والعرفان لسعادة السفير السيد حسن بن حمزة والوفد المرافق له من المؤسسات القطرية كصندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية على وصولكم إلى هرقيسة وزيارة موقع الكارثة في سوق واهين وأن هذه الزيارة والتضامن يدلان على عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين الشعب الصومالي الآن والشعب القطري نرحبكم ترحيبا بالغا ونقدم لكم عزاءنا في مصابنا الجلل وأترك الكلام للسفير والوفد المرافق له. السلام عليكم. صندوق قطر للتنمية برئاسة سعادة سفيرنا دولة قطر متواجدين بين أخواننا وأشقائنا أرض الصومال لعدة أسباب. السبب الأولي لزيارة عمل زيارة تفقدية للسوق الرئيسية في هرقيسية. كما تعرفون السوق الرئيسية هي أكبر سوق في أرض الصومال، يحتوي على أكثر من 5000 محل. للأسف الحريق أدى إلى دمار هائل في السوق. قمنا بزيارة تفقدية للسوق وطلعنا على الأضرار، استمعنا إلى اللجنة برئاسة سعادة وزير الأوقاف واللجنة والأعضاء اللجنة. الأضرار كبيرة، خصوصا أن الحريق الآن تقريبا له أسبوعين منذ أوائل رمضان المبارك، حيث السوق يزدحم ويكون أفضل أوقات السوق طبعا في بداية شهر رمضان للأسف. الشغلة الثانية اللي احنا موجودين أيضا هنا لتقييم الوضع والحصول على المعلومات الخاصة بالأضرار الاقتصادية والتجارية بالإضافة إلى البنية التحتية المهدمة. للأسف أيضا الصومال مثل الدول المجاورة في القرن الأفريقي تعصف بها جفاف يعني قارس أو جفاف قاسي بالأصح. الجفاف هذا أدى إلى أيضا يعني زيادة المشكلة إلى مشكلتين، صار فيها مشكلة أمن غذائي أيضا، والسوق الرئيسية هذا هو أحد عوامل يعني تأمين الأمن الغذائي في أرض الصومال. صندوق قطر للتنمية اليوم والوفد المرافق عندنا مساعدات تزن حوالي 45 ضن مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة، هذه ل 750 أسرة محتاجة.
طبعا راح نسلمها للأخوان المسؤولين في أرض الصومال، وإحنا في انتظار الحصول على التقارير الأخيرة للأضرار الناجمة عن الحريق ودراستها والعمل والبحث فيما يمكن تقديمه لإخواننا وأشقائنا. نشكر فخامة نائب رئيس ومساعد وزير الخارجية ووزير الأوقاف على حفاوة الاستقبال وعلى إعطانا جميع المعلومات المتوفرة فيما يتعلق بالجفاف أو متعلق بمسألة حريق السوق. جزاكم الله خير وشكرا. halka waxaan ku soo dhaweynaynaa safiirka iyo madaxda kale la socota ee ka socda dowladda Qatar aan walaalnahay. Aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaa marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaad dhibaatada nagu dhacday ee suuqii Hargeysa ugu weynaa ee 2 toddobaad ka hor gurtay inaad u soo gurbatay inaad indhiina ku arataan dhibaatada taalla. خلال اسبوعين من المصيبه اللي صابت السوق. سؤال سؤالنا جيس كافر جودهان وحق جري ابار ادو ادق يدو ابار تاسي تاغنت هي تنا نغ دحدي ولا اسك ما دحاي ليش ما انت ارك سنه صوباب احسن لبا تدبات سو كهر وحياله وح كسته او لغا هلا سوق لغا هلا نوع دولبه هادين يا يالي ara kulli wadaha waxyaabaha bartaan dibaasiga ka dhacayta leegta iyo urbixinta iyo waxan kulli ku qaadan doona halka ma kan tagna airportka waxa sajecelay inay horta indhiin ku arata ama basal ma ruux mataa inuu say indhiin ku arka dibaasiga meesha ka dhacayna indhiin ku arata ma noo nibaada. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.